اهلا بكل متابعي اليوم السابع في كل مكان. احنا دلوقتي قدام محكمة التجمع الخامس القاهرة الجديدة. قدام النيابة، نيابة القاهرة الجديدة اللي بتحقق في واقعة اتهام رجل الأعمال محمد الأمين بالإتجار في البشر. منذ قليل تستمع النيابة لأقوال المجني عليهن في وقاع الجرم البشر والتعدي عليه. خليني أقول لحضراتكم إن المصدر قضائي بيقول إن السي دي أو السي دي اللي النيابة اتحفظت عليه، الناس كلها كانت بتسأل إيه محتويات السي دي ده؟ إيه اللي فيه عشان النيابة تقدر تتحفظ عليه ويكون عنصر فعال في القضية؟ خلينا نقول لحضراتكم ان السي دي ده في بعض الصور، في بعض التسجيلات الصوتية، في بعض الفيديوهات المصورة اللي تم تسجيلها للمجني عليهن وتم تقديمها لجهات التحقيق لإثبات وقائع التعدي عليهن. خلينا نقول لحضراتكم ان كمان رجل الأعمال نفى كل التهم الموجهة إليه وقال ان البنات دي في عمر احفادي، يعني حفيدتي بتصغرهم بس بثلاث سنين. وقال كمان ان هو كان بيعامل البنات والاطفال زي ولاده بالظبط وزي حفيداته، وكان بيخرج معاهم ويفسحهم وبياخدهم معاه في رحلات ويقعدهم مع زوجته وبناته واولاده. كمان خليني اقول لحضراتكم ان رجل الاعمال قال في اعترافاته قدام النيابة ان هو بالفعل اصطحب الفتيات معاه للساحل الشمالي، ولكن كانت في رحلة معاه زوجته وبناته واولاده، وان هو كان فعلا اتصور معاهم لكن الصور كانت بصحبة زوجته برضه وابنائه، وان الصور المنتشرة والفيديوهات والمقاطع الصوتية اقتزئت من سياقها. خليني اقول لحضراتكم كمان ان رجل الاعمال في اعترافاته قدام جهات التحقيق قال بشكل مباشر ان في احدى الموظفات استولت منه على 12.5 مليون جنيه، وان هو كان بصدد التقدم ببلاغ للنائب العام، لكن في نفس اليوم اللي كان بيقدم فيه البلاغ اتقبض عليه. خلوا حضرتك كمان ان التهم الموجهة لرجل الاعمال هي التعدي على الفتيات وهطق عرضهن، وكمان تهمة الاتجار في البشر. النيابة العامة بتستمع حاليا لأقوال المجني عليهن بشكل مباشر، ومعاهم طبعا محاميهم للدفاع عنهم، كمان بعض التفاصيل اللي أوضحها رجل الأعمال محمد الأمين قال في خلال اعترافاته قدام النيابة ان هو بعض احدى الفتيات اللي اتهم بهتك عرضها كانت جاءت للملجأ الخاص بيه او دار الرعاية الخاص بيه وهي حامل، وتم قبولها بعد الحاح من احدى صديقاتها داخل الملجأ او داخل دار الرعاية الخاص بيه. وكمان قال ان بعد توقيع الكشف الطبي قبل دخولها الملجأ الفتاة دي كانت بتعاني من أمراض جنسية، وإن هو وافق بعد إلحاح من موظفي التضامن وزارة التضامن. كمان محمد الأمين قال خلال تحقيقات معاه قال إن هو خد شقة أو مسكن خاص الفتاة دي اللي اتهم بالتعدي عليها وعالجها على نفقته الخاصة بشكل كامل. وكمان قال ان الفتيات كانوا دايما بيحتاجوا الموبايل او هواتف محمولة، وده اللي خلاه يجيب لهم هواتف محمولة
ولكن قال لهم اشترط عليهم ان هم ما يكلموش حد خارج الدار. ولما اكتشف ان في اتصالات وفي مكالمات مع الشباب او حد خارج الدار قام بسحب الهواتف المحمولة منهم. وده سر او دفاعه عن نفسه في التهمة اللي بتقول ان هو كان بيسحب منهم الموبايلات حال عدم سماع كلامه او تعليماته. طبعا اقوال اتجاه امام الاتهامات هنعرف حقيقتها وهنعرف كل حاجة وصلت لفين في اتهامات اول باول على اليوم السابع بشكل مباشر. وهنتابع مع حضراتكم تفاصيل اعترافات ومواجهة المباشرة بين رجل الأعمال والمجني عليهن أو ضحاياه وجها لوجه قدام النيابة بشكل مباشر. شكرا جدا.